في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنان مصطفى شعبان أو سفينة في مسلسل ملوك الجدعنة، وهنعرف أسرار كتير عنه، وكمان هنشوف لأول مرة زوجته الحقيقية اللي جمالها أكيد هيصدمكم. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. الفنان مصطفى شعبان اسمه بالكامل مصطفى محمود شعبان، وهو من مواليد 19 مايو سنة 1970، وعنده دلوقتي 51 سنة. عاش الفنان مصطفى شعبان في عيلة ميسورة الحال، وجاب مجموع كبير في الثانوية العامة، وكان حلمه انه يدخل كلية الإعلام، لكن والده كان نفسه يدخل كلية الطب، فاستغل سفر مصطفى وقدم له في مكتب التنسيق واختار له كلية الطب. لكن مصطفى لما رجع من السفر وحضر أول يوم في كلية الطب ودخل المشرحة، بعدها قرر فورا انه يحول ورقه لكلية اعلام، حلمه الاول والاخير. وفعلا درس في كلية اعلام قسم العلاقات العامة والاعلان في جامعة القاهرة. كانت بدايته الفنية عن طريق مسرح الجامعة، وكان اول ظهور ليه في مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، لكن بدايته الحقيقية كانت من خلال مشاركته في مسلسل عائلة الحاج متولي سنة 2001. قدر الفنان مصطفى شعبان انه يكون من نجوم الصف الاول في وقت قصير، وخلال مشواره الفني قدم مصطفى شعبان مجموعة مميزة جدا من الأعمال الفنية، أشهرها فيلم مافيا وفيلم أحلام عمرنا وفيلم كود 36 ومسلسل الزوجة الرابعة، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل ملوك الجدعنة اللي اتعرض السنة دي في شهر رمضان في دور سفينة مع الفنان عمرو سعد اللي قدم دور سرية في المسلسل، وحقق المسلسل نجاح كبير جدا أثناء فترة عرضه. أما بالنسبة لحياته الشخصية، فاللي كتير مننا ما يعرفوش ان الفنان مصطفى شعبان اتجوز مرة واحدة بس، كان سنة 2006 من بنت من خارج الوسط الفني كان اسمها ياسمين. الصدفة هي اللي جمعت بين مصطفى شعبان وزوجته ياسمين لما شافها اول مرة في النادي، فاعجب بيها جدا من اول مرة شافها فيها بسبب جمالها اللافت للنظر، وشاف فيها صفات الزوجة اللي عاش طول حياته يحلم بيها، وابتدوا يتقابلوا كتير ويتعرفوا على بعض اكتر. وشرح لها مصطفى طبيعة مهنته، وحس انها فاهمة طبيعة عمله كفنان وعلاقته بجمهوره ومعجباته وسفره بشكل مستمر. ورغم ان جوازهم كان عن حب وعن تفاهم كبير بينهم، الا ان الفشل كان نهاية حبهم وجوازهم، لدرجة ان بعد 7 شهور بس من جوازهم اتفقوا على الطلاق. وفعلا اتفق الفنان مصطفى شعبان مع عمه المحامي عشان ينهي مسألة الطلاق بسهولة وبعيد عن عيون الاعلام والصحافة. وكان سبب انفصالهم ان زوجته ما كانتش واخدة على حياة الفنانين، وكانت بتغير جدا من معجباته وحاولت انها تسيطر على اعماله وتقرا السيناريوهات اللي كانت بتجيله وتتدخل حتى في اختيار الفنانات اللي بيمثل معاهم، وده طبعا ضايق مصطفى شعبان جدا ووصل علاقتهم للانفصال في النهايه رغم حبهم الكبير لبعض. ودي كانت المره الوحيده اللي اتجوز فيها الفنان مصطفى شعبان، ومكررش تجربه الجواز مره تانيه لحد دلوقتي. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.